السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن مواليد برج العذراء من سنه 2024 النص الثاني، استخاره للنص الثاني من سنه 24. يعني ايه النص الثاني؟ يعني الست شهور الباقيين من السنه. هنشوف ايه الاخبار عندكم، ايه الانفراجات، ايه الطاقه، ايه الاسرار، كل اللي هيظهر معانا، او يعني الصوره اللي هتطلع لكم هنفسرها بالطاقه بتاعتكم. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج العذراء، هتبخلوا عليا باللايك، هتبخلوا عليا بالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب. يلا انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو، ويلا بينا نشوف الصوره اللي هتطلع لكم علشان نفسرها مع بعض ونقول بسم الله. ياسين والقران الحكيم. صورة ياسين. طيب، يعني دايما نقول ان هي لما بتطلع بيبقى في رسالة او في ايه، في حاجة. يعني المهم ان انا بصور بالكاميرا الامامية، فالصورة بتدي معاكم عكس الشاشة. بصوا بقى، اول حاجة انتم ماشيين بما يرضي الله، عندكم امنية طالبينها من ربنا. الامنيه دي لو اتحققت انتوا هتعملوا حاجات كتيره جدا، او بمعنى لو اتحققت هتوصلوا لطريق تاني، او انتوا حاليا ماشيين في طريق. الطريق ده حلو جدا، بس باذل منكم مجهود كتير، باذل منكم جهد زياده عن اللزوم، لكن هو خير. انتوا ماشيين على صراط مستقيم زي ما قلت، وده بيدل ان انتوا في ندر هتوفوا بيه. عليكم ندر، لازم تفتكروه. ندر يعني ايه؟ يعني ندرت ربنا انه لو حاجه تمت هتعملوا حاجه معينه، تاكلوا يتيم، تدوا يتيم، الله اعلم. طيب، انتوا عندكم الرزق. الرزق ده لو انتوا بتشتغلوا في التجاره، لو انتوا عندكم مشروع خاص بنفسكم، في حاجة يعني جنب كده، هيبقى في مال، هيبقى في رزق، هيبقى في تفاؤل بفضل ربنا. لكن انتوا مهمومين، شايلين هم كبير جدا، والهم ده كبير قوي على كتفكم. خلوا بالكم، انتوا الفترة دي منتظرين التغيير، وبالفعل بإذن الله هيكون عندكم تغيير. طيب، البعض منكم مستني يعني طريق جديد، او مستني منكم طريق عاطفة، بمعنى اصح هو طريق عاطفي، زواج، لو عندكم زواج او عندكم ارتباط، الله اعلم، حاجه جديده هتحصل. لكن في واحده ست او في حد توفى عندكم، الحد اللي توفى ده كسر ظهركم. جزء من ظلمكم حان وقت رده، في جزء من ظلمكم الفتره دي هيترد لكم، خلوا بالكم. لكن عندكم رسالة حلوة، وفي نفس الوقت في اتنين ستات مش حابين لكم الخير، والاتنين الستات دي هتلاقوها واحدة مرات عم وواحدة اخت او مرات اخ. انتوا هنا بتدعوا ربنا، تدعوا ربنا بالامان والستر والصحة، لان في اوجاع كتيرة جدا في جسمكم. الاوجاع هي ايه؟ هي وجع مستمر في الصدر، وجع مستمر في نغزة في القلب، اعصاب دايما فيها اوجاع، لكن بفضل ربنا هيكون في خير. في نفس الوقت في حد عندكم بغبغان كلام، نقال كلام، حد كل شوية بيقول كلام معين، بيجري يوصل لكم، يوصل لكم حاجة. خلوا بالكم، خلوا بالكم من اللي بينقل الكلام ده بالأخص، لأن البعض منكم طيب جدا، البعض منكم مضحوك عليه. حد وصل لكم حاجة كنتوا هتخربوا بيتكم وانتوا مش قاصدين. حد وصل لكم يعني ان الشريك بيعمل حاجة تانية غلط، ان الشريك ماشي في طريق غلط، وانتوا صدقتوا وكنتوا هتخربوا بيتكم، ودي الغلطة اللي انتوا بتدفعوا تمنها. في رزق جاي لكم، والرزق ده لازم تتصدقوا منه علشان هيكون خير.
انتوا كمان ممكن يكون الفترة دي فترة ظلم، فترة انتوا بتعملوا حاجة وانتوا مش راضين عنها، يعني الاهل غصبينكم على حاجة وانتوا زعلانين ان انتوا بتعملوا الحاجة دي، لكن ربنا كريم عليكم، ربنا يعني هيكرمكم في الوقت الصح، لكن لازم تهدوا، لازم تهدوا. الهدوء التام هو اللي هيبرأكم من اي ذنب، وهو اللي هيخليكم يعني تطلعوا من مرحلة لمرحلة. طيب انتم بتمتلكوا جمال، بتمتلكوا قوة، بتمتلكوا كده حاجة جديدة او حاجة حلوة في حياتكم، ومن ورا الامتلاك اللي عندكم ده عيونكم حلوة، شكلكم حلو، اللي في ايدكم مش ليكم الله اعلم، لكن انتم عندكم حاجة دايما بتشكروا ربنا عليها. ولو انتم زي ما قلت مستنيين جواز او ارتباط بجواز، ففي فترة تغيير او في فترة نقلة جديدة، لكن دايما قلت ان انتم متعرضين للظلم ومتعرضين للخذلان. في نور في ارض البيت، يعني في فرحة حلوة هتتم على خير. في حمل او في كلام يخص او مولود، في واحدة عندكم بتخلف ولاد بس او بنات بس، والست دي كان ليها يد في وقيع ما بينكم وما بين الشريك، مش عايزاكم تدوا ودنكم لحد ولا تسمعوا لحد، كلام الناس بيجيبكم ورا، كلام الناس ما بيقدمكمش للخير ابدا، يعني مش عايزاكم ترموا ودنكم، ولو عندكم حد بيرموا ودنه اتمنى يبطل الخصله دي. في موعد انتم منتظرينه مع ناس مخاصمينهم او مع ناس ما فيش ما بينكم كلام الفتره دي، لازم تحصنوا نفسكم خلال 20 يوم اللي جايين. تحصين النفس مهم، لان في عين قوية عليكم، في حاجة جات لكم اتحسدتوا عليها وراحت، العين القوية دي كانت صايباكم بحسد شديد، وبسبب الحاجة اللي راحت ندمتم، ندمتوا ان انتم ما عملتوش الصح. في حد هيحاول يستلف منكم فلوس او هيستلف منكم حاجة، وانتوا يعني هتبعي مش هتدوه، هترفضوا، لانه هتحسوا قد ايه الشخص ده مش كويس، هتحسوا قد ايه ان الشخص ده عايز يستغلكم فهتبعدوا. في محضر عندكم او في دخول محكمة، انتوا انظلمتوا قوي، خلوا بالكم، اتظلمتوا وبكيتوا كتير، لكن في حاجة ندمانين عليها، يعني ممكن يكون الندم ده حاجة عملتوها مع حد وندمتوا، رغم ان دي مش عادتكم، انتوا دايما بتعملوا الخير وترموا البحر، لكن في حاجة عملتوها وندمتوا وقلتوا يا ريتنا ما كنا عملناها بسبب اللي حصل في حياتكم. في حاجة مسحتوها من على تليفونكم او حاجة مسحتوها من حياتكم، في حاجة اتمسحت، علاقة مسحتوها، مكالمات تليفون مسحتوها، حاجة تخص حياتكم مسحتوها وارتحتوا، او موضوع قفلتوه ومسحتوه من حياتكم الله اعلم، لان في نور ربنا هينور الطريق اللي انتوا ماشيين فيه، هينور الضلمة اللي انتوا فيها حاليا، في امور هتكتشف لكم، وفي نفس الوقت في سر عن الشريك هتعرفوه. كنتوا مع ابراج نارية في علاقة مع حد كده في علاقة واتصدمتوا وبعدتوا وقلتوا احنا ندمنا،
فحان الوقت ان انتوا تدوروا على اللي بيريحكم، حان الوقت ان انتوا تدوروا على الحاجات اللي المفروض تحصل في حياتكم. خلوا بالكم الناس اللي ظلمتكم ضعيفة جدا، الناس اللي ظلمتكم كان في حد بيوزها، يعني كان في حد بيقول لها تعمل ايه، لان هم مش هيقدروا يعملوا حاجة لانهم اضعاف فوق ما انتوا تتخيلوا. في نفس الوقت في واحدة مقربة منكم ودتكم لطريق انتوا مش عارفين تطلعوا منه. إيه لو انت راجل بتتفرج عليا، ففي واحدة ست كانت ماشية معاكم وودتكم لطريق مش كويس. لو انت واحدة اللي بتتفرج عليا، ففي واحدة كانت صاحبة عاملة صديقة ودتك في طريق مش كويس. فبدأتوا تكتشفوا الحقيقة، بدأتوا تكتشفوا قد ايه انتوا مظلومين، انتوا متخانين، انتوا عايشين مع ناس ما ينفعش يتعاش معاه. فعشان كده في قرارات صعبة هتاخدوها الفترة اللي جاية، وفي طريق تاني عكس الناس اللي هم عارفينه عنكم. بدأتوا تتغيروا، بدأتوا تقولوا احنا خلاص ما عدناش عايزين حد في حياتنا، ما عدناش حد كده عايز في حياتنا خالص. لكن في نفس الوقت في موضوع خايفين منه، الموضوع ده انتوا قلقانين، الموضوع ده انتوا حيرانين. البعض منكم في رجليه وجعاه وبيحاول يدعي ربنا، في حاجة تخص رجليكم وجعاكم. طيب انتوا في المكان اللي انتوا فيها دي في ضرر عليكم، في مشاكل عليكم في المكان اللي انتوا فيها حاليا. طيب انتوا داخلين في مشروع ومترددين، ولا داخلين في مشروع وخايفين، ولا ايه بالظبط؟ في خوف شديد عليكم، يعني في المشروع ده انتوا خايفين قوي، لكن في انفراج. فزي ما قلت لكم اللي تخافوا منه ما بيجيش احسن من ربنا، هيجعل بينكم وبين الناس اللي ظلمتكم حق. بس اصبروا، بس اتكلوا على الله في اي حاجة، استخيروا ربنا. انتوا كنتوا دايما بتستخيروا ربنا، ودايما كنتوا بتشكروا ربنا، وما كنتوش بتعملوا حاجة غير لما انتوا قريبين جدا من ربنا. لكن الفترة دي في زبزبة، الفترة دي في كلام، في حاجات موتراكم تعباكم، في كلام مؤثر عليكم ضغط نفسيا. في شجرة او في مكان، في شجرة معينة انتوا بتحبوها، او انتوا عندكم شجرة في البيت بتحبوها، بتحبوا تشربوها مية على طول، او انتوا في مكان معين بتحبوا تروحوا تقعدوا فيه بتهدوا، الله اعلم. لكن في حاجة خضرة كلها نور منورة حياتكم، لو انتوا في مكان بتروحوه فده بيديكم هدوء تاما. لو في زرع عندكم في ارض البيت فانتوا بتسقوها بتحسوا براحة، الله اعلم. ففي امور حلوه، ما تقلقوش خالص، في تيسير. في واحده ست عايزه منكم حاجه، الست دي في ضيق، في خنقه، في مشاكل، هتقفوا معاها وهتساعدوها. بس عايزاكم لما تقفوا معاها وتساعدوها تعملوا اللي عليكم، بس ما تاكلوش في نفسكم وترموا نفسكم البحر علشان تساعدوها. لا، اعملوا اللي قال عليه ربنا، ساعدوها بما يرضي الله وخلاص والموضوع انتهى. في حد مقربين عليكم من ابراج مائيه، برج سرطان، برج عقرب، برج حوت، حد من الابراج دي عامل لكم مشكله، حد من الابراج دي مش كويس، نرجسي في علاقه تانية، او حد من منهم يعني مش لطيف خالص كده، متردد كده، بيطلع عيوبه في اللي قدامه، الله اعلم. لكن الحد ده عايز يرجعكم لورا، مش عايزكم في النور اللي انتوا هتكونوا فيه، بالعكس ده عايز يحطكم في ظلمة. فخلوا بالكم، ولو في مشاكل مع اجران او في مشاكل مع ناس مقربة ابعدوا عنهم، متسمعوش لحد. في حد قال لكم قبل كده ان انتوا معمول لكم سحر مدفون، سحر مش هتعرفوا تطلعوه، متسمعوش كلام حد.
لان في جزء من ظلمكم حلو ليكم جدا، لكن انتوا تعرضتوا لضربة، ضربة قوية وجعت قلبكم، لان من خلال الضربة دي اتوجعتوا، من خلال الضربة دي اتأذيتوا، فقررتوا ان انتوا تعملوا حاجات جديدة، قررتوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بالشكل اللي يريحكم، مش بالشكل اللي هم مرتاحين فيه. وزي ما قلت ان في ناس عايزة توقعكم في شر اعمالكم، لكن ربنا كريم عليكم، ربنا عاطفي على حياتكم، ربنا عايز لكم ان انتوا تكونوا منطلقين، تكونوا كويسين، تكونوا بخير، لكن انتوا زعلانين، زعلانين على اللي كل اللي بيحصل. انتوا صابرين، ودايما بتقولوا نهاية الصبر جبر، دايما بتقولوا ان الله مع الصابرين، فدايما حاطين الصبر قدامكم طاقة، حاطين الصبر قدامكم ان انتوا لازم تصبروا على الاذى، على الظلم، على التعب، وانتوا عمالين تصبروا، ولكن مش عارفين ربنا كاتب لكم ايه. بالفعل ربنا ما دام بتصبروا وشايف الابتلاء اللي عليكم او الظلم اللي عليكم، ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، لكن انتوا لازم 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 تبعدوا عن اي حد بيتعبكم، اي حد بياخد من طاقتكم، اي حد بيقول لكم كلمة وانتوا مش حاسين. انتوا بقالكم اكتر من سنة، اكتر من سنة من بعد ما اكتشفتوا حقيقة حد معين في حياتكم، وانتوا مظلومين، وانتوا ضاغطين على نفسكم، وانتوا بتعملوا حاجات انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه، لكن عايشين وخلاص، ده اللي انتوا بتفكروا فيه. بتقولوا احنا عايشين مش فارق معانا الحياة والدنيا، بالعكس كل خير جاي لكم بعد الاذى اللي انتوا تعرضتوا ليه. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبكم، وكده خلصنا استخارتكم. ربنا يجعلكم من الصابرين دايما، ربنا يجعلكم من أهل الخير بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو، وطبعا ما تنسوش تقولوا لي استفدتوا ايه من قراءتنا النهاردة. تحياتي ليكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد.